بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا نزال نتابع الحديث معا حول صلاة الخاشعين، كيف نخشع في الصلاة. اليوم نريد أن نبدأ بالفعل بخطوات عملية إضافة إلى ما سبق وأن ذكرناه. اليوم نريد أن نتحدث عن تجهيز جميع الوسائل التي يمكن أن تحدث الفرق في صلاتي وأن تحقق الخشوع. الخشوع ليس مجرد حركات أو ميلان بالرأس أو طقطقة الرؤوس. الخشوع مبدأه أولاً في القلب ونهايته في القلب، ثم ينعكس من القلب على الجوارح وعلى النفس كاملة. القلب ليس جهاز منفصل عن بقية وسائل الإدراك التي وهب رب العالمين سبحانه وتعالى إياها للبشر أبدا. القلب متصل بالوسائل المتعددة: سمع، بصر، لسان. هذا القلب أحتاج لكي أطرد منه الخواطر وأنقيه وأصفيه وأجهزه ليدخل في مرحلة الخشوع، أحتاج أن أنتبه إلى وسائل الإدراك، القنوات التي تصب في القلب. كلنا يتساءل اليوم ويعاني من هذه المشكلة كما ذكرنا في مرات سابقة بدرجات متفاوتة في مسألة الخشوع. السؤال: ما الذي ينبغي أن أفعله لكي أنتبه وأنقي وأقوم بفلترة للقنوات التي تصب في القلب؟ تخيل معي للحظات أني أنا قبل دقائق أو لحظات، قبل أن يؤذن المؤذن إعلانا لنداء الصلاة في أي وقت من الأوقات، أنا كنت منشغل بالاستماع إلى اللغو، إلى كلام فارغ، ربما حتى غيبة، ربما سخرية من أحد، ربما نظر عابث، ربما أشياء متعددة. ثم أذن المؤذن، وبمجرد أن استمعت إلى الأذان قمت وتوضأت ووقفت للصلاة وأتوقع أن ينصب الخشوع علي صبا. هذا غير ممكن. أنا كإنسان، ربي سبحانه لا يتعامل معي بالأزرار. أنا لا يمكن أن أتحكم بهذه الأجهزة المتعددة من قلب وسمع وبصر بالأزرار. أنا تحكمي فيها هو عبارة عن عملية مجاهدة متواصلة للنفس صباح مساء، لا تتوقف ولا ثانية من ثواني العمر أبدا. وبالتالي الوقت الذي يسبق وقت وقوفي في الصلاة أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، أحتاج أن أجعل منه ولو بضع دقائق وقت تأمل، وقت نظر في نفسي، وقت مراجعة لأحوالي، وقت فلتر لكل ما يدخل إلى قنوات تصب في القلب، تصفية، تخلية، تنقية، لأجل أن يصبح القلب على الأقل لديه الاستعداد لأن يخشع ويخضع بين يدي الله سبحانه، ويتأمل ويتدبر في الآيات وفي الكلمات التي ينطق بها ويستمع إليها. هذه العملية كما ذكرنا تحتاج لمجاهدة نفس، تحتاج أن أراقب كل وسائل الإدراك. ولذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي نوع من أنواع الصلاة تلك التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، تحقق النتائج والأهداف المرجوة، هي التي سبقتها وفي أثنائها وبعدها عمليات مجاهدة للنفس ولهواها. ووجدت وأنا أتأمل في كل ما يدور حولنا، في كل شيء على مختلف المستويات الفردية، الاجتماعية، الأسرية، السياسية، العالمية، أن كل ما نعاني منه نحن كأفراد وكمجتمعات، مرض ممكن أن نقول في كلمتين: هوى النفس. أنا لا أستطيع أن أتخلص من كل ما أنا فيه إلا بمعالجة هوى نفسي.
وأن أخرج من داعية هواي، لأن هوى النفس صحيح هما مجرد كلمتين، ولكن يندرج تحت هاتين الكلمتين عشرات إن لم يكن أكثر من الأمراض النفسية التي نعاني منها كبشر. أحتاج أن أجاهد هوى نفسي، أحتاج أن أراقب الله عز وجل فيما يدخل إلى قلبي وسمعي وبصري، أحتاج أن أنتبه إلى ما أتفوه به من كلمات، أحتاج أن يكون عندي مستوى، دعونا نتفق مبدئيا، أن يكون لدينا مستوى أدنى لا أنزل عنه أبدا مهما حدث، في السمع، في البصر، في اللسان. بمعنى حدد لك اليوم، اليوم ونحن في يوم الجمعة، حدد لك مستوى معين لا ينبغي أبدا أن تنزل عنه، يعني حدد لك وخصص لك أوقات محددة للاستماع للكلام الذي لا معنى له. نحن لا نتحدث عن الغيبة الآن والنميمة، لأن هذه ملوثات سموم بالدرجة الأولى. ينبغي لي أنا كإنسان قررت أن أبدأ علاقة جديدة مع ربي سبحانه وأن أصحح صلاتي، أن أنتهي منها، انتهي منها، عالجها، اتخذ القرار. صحيح صعب، صحيح ينبغي أن أترك أشياء ربما ألفتها أو اعتدت عليها، لكن في النهاية أنا أجاهد نفسي، ومجاهدة النفس مستمرة. وأقطع كل ما يمكن أن يصل النفس من مجالس، من أشخاص، من أصدقاء، من معارف، وما يمكن أن يعيد بي مرة أخرى إلى المربع الأول في المنهيات أو المحرمات والممنوعات. هذه سموم. ولكن أنا أتكلم عن الكلام الفارغ الذي لا معنى له، الذي ملئت به حياتنا اليوم. حياتنا اليوم ملأة وطافحة بشتى الأشياء التي لا علاقة لها بما ينفعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته كان واضحا تماما حين قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. دعونا نحرص على ما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. تدخلي فيما لا يعنيني في حياة الآخرين الذي يجرني جرا إلى أن أتكلم وأستمع إلى الكلام الفارغ بنسب كبيرة جدا تفسد علي صلاتي، دعونا نحدد له، يعني لا نكون مثاليين جدا، ولكن دعونا نتفق على ساعة في اليوم كبداية. إذا كان الاستماع أو الكلام للكلام الفارغ أقل من ساعة فهذه نعمة، ولكن إذا كان أكثر انتبه، امسك بالساعة وحدد بالفعل ساعة واحدة فقط للانشغال بهذه الترهات. أكلنا وشربنا وأخذنا وأعطينا وفلان أعطى وفلان سافر، كل هذا الكلام أعطه ساعة من الزمن، وخصص على الأقل 5 دقائق قبل كل صلاة للخروج من هذه المأساة. قبل الصلاة اجلس في مصلاك وتأمل في حالك، وتأمل في نفسك وفي أوضاعك، وتأمل فيما أنت فيه، وتأمل فيما أنت قد شغلت فيه. سمعت قبل فترة حكمة رائعة: إن كنت تريد أن تعرف قيمة نفسك عند الله عز وجل فانظر فيما أقامك، فيما شغلك، في أي شيء قد شغلنا. إن كنت قد شغلت فيما يرضي رب العالمين فالحمد لله، مقامي عالي عند الله عز وجل، ولا ينبغي أن أطمئن إلى ذلك، ولا أأمن أبدا إلى أن أصل إلى بر السلامة، إلى الجنة والبشارة بها حال فراقي من الدنيا. وإن كان ما قد شغلت به هو توافه الدنيا وترهاتها التي لا تنتهي، فعلي الحذر الشديد وتغيير المسار وتثبيت البوصلة من جديد نحو الخضوع والخشوع والسير فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن ما اتفقنا عليه اليوم: أخصص 5 دقائق على الأقل قبل كل صلاة للنظر في حالي والتأمل،
أفلتر القنوات التي تدخل إلى القلب، سمع، بصر، إحساس، لسان. أقطع تماما من الأوقات المخصصة للكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه. نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله مع خطوات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.